يا ويلي من حبة سكر على مربى احساسي. شاهد وائل كفوري يحتفل بعيد ميلاد حبيبته شنا عبود، فخامة قالب الحلوى تتصدر. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر الفنان اللبناني وائل كفوري برفقة حبيبته الشابة شنا عبود خلال الاحتفال بعيد ميلاد الأخيرة. وظهر وائل في الصورة وهو يحتضن شنا إلى جانب قالب الحلوى الضخم المزين بشكل نجوم مع حرف S على إحداهم، بدلالة على الحرف الأول من اسم شانا باللغة الإنجليزية، حيث بدا كل منهما برومانسية عالية. الصورة لاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين الذين عبروا عن حبهم لوائل وشانا متمنيين لها عاما سعيدا. القلب وحكم القلب هو بيختار وبيحب له. هذا وكان وائل قد تصدر بأغنيتي وعد خاف وست الكل التي طرحهما مؤخرا وحققتا نجاحا باهرا من حيث عدد المشاهدات على يوتيوب، إذ يحتل وائل حاليا المرتبة الثالثة عالميا بأغنية ست الكل من بين الأغنيات الأكثر استماعا على يوتيوب. الجدير ذكره أن هذه الأغنية شكلت ثمرة تعاون جديد بين وائل كفوري والفنان اللبناني سليم عساف بعد أغنية البنت القوية كتابة ولحنا، والتي نالت إعجاب الجمهور، إذ راح رواد مواقع التواصل الاجتماعي يرددونها بشكل واسع على حساباتهم. شو بحبك مش معقول، ما بقلك شو حسيت، أنا كنت مضيع. أما أغنية وعد خاف فهي تتر مسلسل من إلى من كلمات علي المولى، ألحان صلاح الكردي، توزيع عمر صباغ، وهي التجربة الثانية لوائل مع أغاني تترات المسلسلات بعد أغنية كلنا مننجر التي كانت شارة مسلسل داون تاون، وأيضا من كلمات علي المولى، ألحان رامي شلهوب وجمال ياسين. اللي ما عنده شي يخسره، شو يلي بعد بيكسره. وفي سياق مختلف كان وائل كفوري شارك مؤخرا صورة جديدة على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي جمعته بالمدير العام لقوى أمن الداخلي اللبناني اللواء عماد عثمان، وأرفق وائل الصورة بالتعليق التالي: تشرفت اليوم بلقاء سعادة مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء الصديق عماد عثمان. الصورة لاقت انتشارا سريعا بين المتابعين الذين تناقلوها عبر صفحاتهم الخاصة وتفاعلوا معها معبرين عن محبتهم واحترامهم لوائل واللواء عثمان. كما لم تخلو تعليقات المتابعين من الأسئلة حول أسباب الزيارة، في حين لم يوضح وائل حقيقة الأمر.